طبعا هذا الكلام سيكون بعيد عن الواقع إلى حد كبير، وذلك لأن صحيح أن بولتون كان من الصقور، صقر حتى بين الصقور، صقر الصقور إذا أمكن استخدام هذه العبارة. فهو مثلا كان من أنصار توجيه ضربة لإيران بعد إسقاط طائرة بدون طيار في قبل عدة أشهر، ولكن الرئيس جمد هذه العملية في حوالي نصف ساعة أقل من بدء وقت بدء الهجوم. كان هناك فعلا خلاف في الرؤى بين الرئيس وبين. طب ما هو تفسيرك هنا يا دكتور انه هذا دليل ضعف الإدارة الأمريكية؟ يعني حتى ناقلة نفط دكتور إدموند لم يستطيعوا أن يفعلوا معها شيئا، وها هي وصلت إلى سوريا كما يقال وأفرغت حمولتها. فعلا هذه نقطة مهمة، وذلك ولكن النقطة التي أعتقد أنه يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، هذه الإدارة وهذا الرئيس يفضل عدم الدخول في مواجهة عسكرية، يفضل عدم التوصل استخدام القوة العسكرية لإجبار إيران على تبني مواقف تريدها الإدارة الأمريكية. وبالتالي فأن ما تحاول أن تفعله هذه الإدارة وهذا الرئيس هو استخدام الضغوط القصوى، العقوبات الاقتصادية. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون، الرئيس ووزير المالية ووزير الخارجية ووزير الدفاع وعدد من خبراء المنطقة، أن هذا الأسلوب هو أكثر نجاعة في التعامل مع إيران. بينما بولتون كان يعتقد يؤيد قصف، استخدام القصف ضد القوات الإيرانية، ويؤيد تغيير فكرة تغيير النظام. وقاله في الآونة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي وزير الدفاع، وزير الخارجية والرئيس ترامب أنهم لا يرغبوا في تغيير النظام في إيران بالقوة، وأنهم فقط يريدوا من إيران تغيير سلوكها، تغيير سياساتها، وأنهم لا توجد شروط على الجلوس للجلوس على طاولة المفاوضات بين الرئيس ترامب والرئيس الإيراني روحاني، وأن هذا ما يأمل به الرئيس ترامب. لذلك أعتقد أن بولتون كان صوت نشاز إلى حد ما بين الأصوات القيادية، خاصة في الآونة الأخيرة، مع أن مثلا وزير الخارجية بومبيو هو أيضا من المتشددين تجاه إيران. ولذلك لا يمكن القول بأن هذا سيعني نوع من الضعف. صحيح هناك لخبطة كما يمكن القول أحيانا في السياسة الأمريكية، ولكن إجمالا أعتقد أن هناك رؤية واضحة لدى الإدارة حول كيفية التعامل مع إيران، وهي استخدام العقوبات القاسية على إيران لدفعها أو لحثها على الجلوس على طاولة.